نحن الآن نقف أمام مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، حيث يتجمع عدد من أهالي بعض المعتقلين في ليبيا، وذلك على خلفية بعض الأحداث الأخيرة التي حدثت هناك. نحاول أن نتعرف من هؤلاء الأهالي على مطالبهم وعن سبب احتجاز أبنائهم. بس نوسع يا جماعة قدام الكاميرا، بس هنوسع. بس هتعرف بيك؟ تعرف رمضان عبد الفتاح أبو النور. سيادتكم حاجزينهم، فيهم اثنين عملوا مشاكل مع الليبيين، حجزوا 400 نفر ظلم وعدوان، بحيث حاجزينهم 500 نفر، خلي بالك، بحيث ان هم ده اللي عملوا المشاكل. يا جماعه بحيث ان هم ده اللي عملوا. هم فين في ليبيا؟ موجودين فين؟ ابن ابو سليم طرابلس، شارع الشوك، حجزوهم في السجون، سجن ابو سليم، لا نقلهم في سجن. طيب السبب، يعني السبب ان هم احتجزوهم او ان هم قبضوا عليهم؟ اثنين عملوا مشاكل يعني باخدوا اجرهم من الليبيين، فعملوا مشاكل خلي بالك وهربوا، وده اللي طبع لهم الساعه 2 بالليل، خلي بالك خدوهم 400 نفر ولا 500 نفر ظلم وعدوان، هم راضين في النوم. اللي ساب جوازه، خلي بالك، واللي ساب فلوسه ما تاخده، يعني خدوهم هم نايمين. دول سافروا بعد الثوره ولا قبل الثوره؟ لا سافروا بعد الثوره. بقالهم قد ايه مسافرين دلوقتي في ليبيا؟ خلي بالك اسبوع ماشي، وفي اللي بقاله شهرين ماشي، خلي بالك، وفي اللي بقاله 3 شهور 4 شهور ماشي. طب دول سافروا بطريقه شرعيه ولا طريقه غير شرعيه؟ عن طريق الحدود بجوازات وختم تأشيرات، خلي بالك، تأشيرات ويسافروا عدوهم. انت منين يا حاج اصلا؟ الفيوم، مركز اطس، قريه السلام. وكلهم من مركز اطس قريه السلام؟ كلهم من مركز اطس السلام ومن قريه الجعافه. ابن اخوان بيطلب بطلقه. استنى يا جدعان، توبه وعيد. ابن اخوان، استنى يا جدعان، يا عم توبه يا جدعان. انا ابن اخويا قال لك انا قاعد ورا الباب، وده جوه فاتح على الباب. اسمعني يا عم، قال لك انا قاعد ورا الباب، هو بيفتح الباب وطلع جت في دماغه بالضرب ده على طول فيهم، من غير سبب كده، من غير اي حاجه، يجي 6 عشان مع بعض خدوه، واللي في السجن في السجن، واللي هنا واللي هنا، وفلوسه براحتك. اتفضل يا حاج. برضه ابنك من الفيوم انت يا حاج؟ من الفيوم يطفى برضه، من كاد السلام، من كاد السلام. هم شغالين ايه هناك؟ شغالين عمال. بص سيادتك بقى، استنى بقى يا جماعه، سيادتك لما اضربهم بالنار، عندنا واحد ابن عمنا متعور في طلقه في عينه كده، سيادتك خلي بالك، جينا هنا بقى لنا 4 ايام، وقالوا خلي بالك سياده السفيره يخلص هناك، وروحنا سيادتك عشان سياده السفير يخلص هناك، ما خلص راح لهم، خلي بالك، عشان يطلع حد ما طلعش. فعلا اعطاهم المحاميل للناس، يعني ذوقيا اللي بينا اعطاهم المحاميل، اتكلموا وطمنوا لنا شويه، بعد ما طمنوا لنا خدوا منهم المحاميل تاني، واحنا قلنا على اولادنا سيادتك. طب انتوا بتتواصلوا مع اولادكم هناك ازاي؟ مين اللي قال لكم ان هم اتضربوا؟ مين اللي قال لكم ان هم تم القبض عليهم؟ هم بره، اللي هم بره هم اللي بلغونا، يعني اللي بره اللي كان قاعد في حش ثاني، هم خدوا اربع حشيان فيهم حوالي اكثر من 500 او 600، اللي كان بره هربان خلي بالك، او في ساكن في مكان تاني، هو اللي بلغنا، وهم طبعا البيع ما كناش نعرف عنهم اي شيء. 75 نفر. طب انت مش شايف ان المفروض بعد الثوره كانت المفروض الدنيا هتفتح هنا، وهتبقى في مشاريع وفي فرص عمل؟ يعني السبب اللي خلاهم يسيبوا مصر بعد الثوره ويروحوا ليبيا؟ سيادتك انا ابني طلع خلي بالك، بقاله شهرين، طلعت عشان ارجعه من على الطريق مع اللي بيصفر، يعني اللي بيمشي خلي بالك، وجيب التاشيره، طلعت ارجعه، قال لي شوف لي شغلانه وانا ارجع. ما فيش اي شغل هنا، يعني انا راجل فلاح، وبكتوف بتعطي فلاح، خلي بالك، ما فيش، ما عنديش، المفروض يبقى الفلاح ده عنده 10 فدادين ولا 15 فدان، انا ما عنديش 5 أراضي ما تصلحش للزراعه. هو ابنك سنه كام سنه؟ ابني سنه 19 سنه. متعلم؟ مش متعلم، خلي بالك، ما هو لو متعلم كان يعني كان كنا شغلناه ولا. طب ما حدش قال لكم مين هم اللي دخل عليهم؟ دول شرطه ولا دول من الثوار ولا دول بلطجيه؟ دخلوا عليهم الثوار، اللي دخل معاهم الثوار والشرطه والثوار، خلي بالك، بعد ما خدوهم الشرطه، اللي دخلوا عليهم الشرطه بحيث انهم لابسين ملكي، كمل معايا. فطبعا سيادتك خلي بالك، اتغشوا فيهم على يحسبون بلطجيه، هاجوا عليهم، عشان كده هاجوا عليهم، بعد كده مشوا الشرطه، راحوا للثورين خلي بالك، جايبين الالتفاسات وراحوا محملينهم الساعه 2 بالليل. يعني هم موجودين فين دلوقتي؟ هم موجودين في السجون، سجن ابو سليمه. طيب لما جيتوا هنا للداخليه، قابلتوا حد مسؤول من الداخليه ولا لا؟ جينا سيادتك خلي بالك، هنا المساعد الوزير، مساعد الوزير، خلي بالك، مساعد الوزير قال ان شاء الله يا جماعه، كنا داخلين جوه الوزاره، قال اطلع بره، خلي بالك، اطلع بره، وانا بكره هجيب لكم الوزير واجيب لكم السفير الليبي، خلي بالك، ويخلص الموضوع واحنا قاعدين،
خلي بالك. اقف لي بس قدام الكاميرا كده قول لي انت ليك مين هناك من انا معاش محمد حميد من كارثة السلام مركز إتسا محافظة الفيوم. انا لي اربعة هناك، اربع اولاد هناك ماشي. اربعة سافروا بعد الثورة؟ ايوه بعد الثورة وبتعشيرات ورسمي ماشي. فطبعا دلوقتي اما عملت المشكلة دي دخل عليهم في الحوش الشرطة بالسلاح، قام عليهم راحوا متهجم عليهم بسلاح ولاد ولوا. طب السبب يعني ما حدش قال لك السبب؟ هم عملوا ايه يعني؟ هم شغالين في حالهم كده وراحت الشرطة دخلت عليهم؟ استنى انا انا لما اكمل طول بالك. السبب ان شباب ليبيا بيدوروا بيقولوا دنا سبسه اللي هي السيجاره اللي ما بيدروش بيقوم عليها يضربوها، وبعد كده يروحوا يجيبوا وبعد انا هم ضربوهم عشان سيجاره يعني؟ عشان سبسه. استنى انا اللي بيغني كده. انت مين اللي قال لك الكلام ده؟ طيب المعلومات دي وصلتك ازاي؟ ليبيا من بعد المصريين. كل واحد يتكلم عن نفسه يا عم. ده اخواتنا يا عم. كل واحد يتكلم عن نفسه يا رب. اتكمل انت ماشي. انا اللي حصل مع اولادي كده يا عم. اوعى الكاميرا خلي بالك. فطبعا في هناك اكثر من 300 من عندنا من كارثة السلام مركز إتسا محافظة الفيوم ماشي. فطبعا قاموا عليهم وتهجم عليهم بالسلاح، تهجم عليهم بالسلاح. منهم واحد من عندنا جاتله رصاصة في دماغه من جرى عينه لحد الارض. الحكومة طب حالته ايه هناك؟ حالته لا تصلح، تعبانة. طب مفيش محامين طيب هناك بيدافعوا عنهم؟ مفيش محامين هناك بيدافعوا عنهم او السفارة او وكالة اي محامين للدفاع عنهم هناك؟ خالص مفيش حد هناك الا ربنا سبحانه وتعالى. فانا بطالب، انا بطالب برئيس الجمهورية ووزارة الداخلية تقوم وزارة الخارجية تشوف الموضوع ده بتاع ليبيا واولادنا المصريين راحوا بداية. اللي مات مات واللي عاش عاش. محجوزين حجز انفراد لو سمحت. في 6 انفار يا فندم محجوزين. انت ليك مين هناك محجوز؟ انا ليا اخويا وابن خالي متعور لو سمحت يا فندم. الستة دول محبوسين انفرادي وهم عليهم اكبر ضرر وهيشيلوهم القضية كلها. فاحنا بنطالب السلطات وبنطالب الوزارة انهم يتدخلوا لهم. باكر ابو احنا كده هنتكلم على الراجل ده. انت مين بقى المحجوز عندك؟ انا سيد محمد عبد الجليل من قرية الجعافرة تبع مركز إتسا. كل المحتجزين في القرية جنب قرية اولا كل طب ابقى اروح هات. انت بتتخانق معانا ليه طيب؟ انا ذنبي ايه يا عم؟ اولا المحتجزين في السجون الليبيه اولا ما تقولش مين اللي اتصل بقى. هنشوف مين اللي بيكلمه. انت بتقول انك بتكلم حد منهم دلوقتي؟ ايوه. مين هو بقى وازاي بيتكلموا؟ مين هو بقى؟ قال لي منعنا عن اكل والشرب دلوقتي. هو اتصل. طب كلموك ازاي او كلمك ازاي ده؟ اتصل بيا دلوقتي اهو. يعني هما معاهم تليفونات محموله جوه السجن؟ ده واحد من بره هو اللي اتصل بيا وقال لي منعنا مع الاكل والشرب. هم اللي يعملوا يعني بقى لهم كام يوم منعهم عن الاكل والشرب؟ بقى لهم 3 ايام بس. حالتهم ازاي طيب هناك؟ مش حالتهم ازاي؟ تعال قرب بس شويه. حالتهم تعبانه دلوقتي وزي الزفت. حقكم تتصرفوا لهم في اي حاجه. اياكم ترحلوهم لحد هنا. طب وانت اللي كلمته ده ولا هو اللي اتصل بيه؟ اتصل عليا دلوقتي. هو اللي اتصل عليا دلوقتي. اولا المحتجزين هناك من قريه الجعفر وقريه السلام وبحر ابو المير. كل قريه قرى تبع مركز إتسا محافظه الفيوم. اولا اللي تم هو موضوع ان ائتلافات بتعمل شباب ثوره العماله المصريه هو لغرض المال او لغرض غير. تم القبض على الناس دي وايداعهم من يوم الحد. وفي 5 هتحرر لهم قضيه ملفقه بتعدي على الشرطه ومقامه صور والكلام ده كله. النهارده الهدف اللي احنا بنطلبه من سياده من معالي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه بالتدخل في هذا الموضوع، والسيد الدكتور
استاذ الدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجيه لفض هذه المشكله، خاصه مشكله شبابنا. اولا بالنسبه للطلوع لليبيا، اولا احنا ان شاء الله الامل خير في ظل حكومه الدكتور محمد مرسي في رئاسه الجمهوريه والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ان شاء الله خير نتمنى. ونما في الحكومات السابقه اولادنا سافروا نظرا لما ترسب من الحكومات السابقه، سافروا نظرا. طيب دلوقتي في البعض بيقول ان بعد الثوره المفروض هتبقى في مشاريع وهيبقى في تشغيل للشباب هنا، في رئيس الدوله دكتور هيبقى في تشغيل للشباب. يعني السبب اللي خلوه اللي خلى الشباب دول اللي هم الفيوم يمشوا يسيبوا مصر ويسيبوا بلدهم ويروحوا ليبيا، في حين برضو ان ليبيا برضو الوضع فيها مضطرب حتى هذه اللحظه. ما اهدرته الحكومات السابقه من مال عام اثر على شباب مصر في البطاله. اولا بالنسبه لكون ان هذه الاولاد من اسر فلاحين، النهارده الفلاح الحيازه التعدديه للفلاح لا تزيد عن فدان او فدانين، حيازه متفرج. النهارده الحيازه متفرج نظرا لضعف موارد الحصلات الزراعيه. انا مع اولادي سفرت اولادي عشان ضعف الحصلات. انا عندي ارض. طب يعني هم لما سافروا ما كانوش عارفين ان في اضطرابات بتحصل هناك وان في ضرب بيحصل بين الثوار؟ فضل الاخ الليبيين كويسين معاه من فتره تزين اربع شهور سابقه كانوا كويسين معاه، الا ان دلوقتي الا ان دلوقتي غير الوضع. ثانيا النهارده احنا في صدد حاجه، اولا انا متعلم وموظف وفلاح، اولا في صدد حاجه لما جريده زي المصري اليوم لما تنشر في خبر في عددها الصدر امبارح. مين اللي بيتكلم هنا؟ بيضرب الناس جوه. ما حصل مين ضرب مين؟ ما هم واقفين قدامه، ما فيش حد، ما هم موجودين اهو. مين يضربهم؟ احنا عاوزين بس نقول الحقيقه، بس عشان ايه؟ عشان ما نقولش حاجه مش بتحصل. انا شايف قدامي دلوقتي ما فيش ضرب ولا حاجه بتحصل دلوقتي. انتوا رحتوا هناك وحاولتوا بتشدوا البوابه عشان بس نوصل لحل مع بعضينا، كل واحد يعرض مشكلته، كل واحد نعرض مشكلته بالراحه بس. طيب قابلتوا حد انتوا مسؤول من وزاره الخارجيه يكلمكم ولا لا؟ ما حدش يتكلم خالص. دلوقتي واحد منكم قال ان هو كلم مساعد وزير خارجيه او مساعد وزير خارجيه نزل واتكلم معاه. ما قالش اي حاجه لسه، ما حدش شاف اي حاجه. ما حدش يتكلم باي حاجه خالص، ولا حد شاف حاجه، ولا حد يتكلم نهائي. احنا كنا هنا بقالنا 3 ايام. يعني ايه بالظبط؟ محافظه الفيوم. ايوه قول لي. ولادي هناك، بص للكاميرا بس. ولادي هناك 2، ولاد اخويا 3، ولادي هناك 2، ولاد اخويا 3، واخويا وابنه 7 طلفار بقالهم حوالي من اسبوع وهم سايلهم العذاب اللي في الدنيا، ولا عارفين يجوا، ولا عارفين يوكلوهم، ولا عارفين سوقهم، وخربين بيته، وهنا هنا جينا هنا 4 ايام مش قاعدين معانا اصلا. طب اشمعنى دول بالذات؟ يعني في مصريين كتير موجودين في ليبيا، اشمعنى دول بالذات؟ نفر محبوسين وكده مش عارفين يطلعوهم، ولا راضي يطلعوهم، ولا راضي يقبض عليهم، وبعدين بيضربوهم لانهم انهار. فدلوقتي احنا مستعدين في كوسه جايه الليله، ومستعدين ان احنا لازم ولادنا يجوا. مين الجثة؟ في حد مات هناك منهم؟ ايوه مات هناك ورايحين نجيبه اهو. يعني ابن اخوك اللي انت بتقول عليه مصاب ولا مات؟ لسه الله اعلم هو هيجي الليله. لا ما هيموت ولا لا. مين قال لك هيجي الليله دي؟ اي يا عم جاي الليله. طلع من السفينه، طلع كمان من المستشفى. السفينه طلع في المستشفى وجاي الليله. ليه هو بس ولا كذا حد جاي معاه؟ الناس دول ما اعرفش عنها حاجه بقى. في ناس بتعوض بعد ما الحكومه، في ناس بتعوض تاني، وناس لسه طالبين ان احنا عاوزين عيالنا. عاوزين عيالنا يجيبوا لنا عيالنا، لان طبعا رادين هناك دلوقتي في السجون بيصبوا عليهم ميه ويكهربوهم. بيصبوا عليهم ميه هناك ومكهربينه. يعني ليا انا ليه اخي شغال برضه في ليبيا، واخد بالك انت مش مهندس واتاخد برضه في الموضوع ده، ما لوش ذنب في اي حاجه. شغال مهندس هناك في ليبيا؟ هو معاه بكالوريوس تجاره جامعه القاهره. واخد بالك شغال ايه هناك؟ والله هو شغال عادي كده عام، ما فيش اي حاجه يعني. واخد بالك واتاخد في الموضوع ده. سافر معاهم برضه بعد الثوره ولا مسافر من قبل الثوره؟ لا ده بعد الثوره.
بقاله قد ايه مسافر هناك؟ بقاله بتاع حوالي 3 شهور شغال هناك في اللي هو في نفس المنطقه اللي ابو سليم دي في شارع الشوك. عرفتوا ازاي بقى ان هو تم القبض عليه وعلى عدد من اهالي مركز ادسا؟ الزمالك هناك هو من حته اسمها الجعافره، واخد بالك انت؟ معاه حوالي كاريه الجعافره، معاه حوالي 70 واحد من الجاي من الجعافره، والباقي من كاريه السلام. يا بيه هو ملوش، هو طبعا راجل متعلم مش بتاع مشاكل، يعني هو رايح عشان ياكل عيش مش رايح عشان يشاكل، ملوش دعوه بالشكل المشاكل خالص، ما بيشاكلش خالص نهائي، يعني هو رايح عشان ياكل لا يجيب فلوس مش عشان يشاكل. واتخذ طب دلوقتي في حد منكم بيقول ان هو كانوا بيتكلموا مع عدد من المسجونين هناك، وصلتوا له ازاي؟ انا معاك اهو. ايوه مين بيكلمك؟ ابني ايوه يا ابني معايا اهو. ايوه بيكلمك، انا معاك اهو. ايوه بيكلمك من هنا. استنى طول بالك يا عم، قول له بيكلمك منين. انت بتتكلم من هنا؟ انت بتتكلم من هنا يا شاية؟ ايوه الو. ايوه بيقول لي قول له اتكلم، بيقول لي قول له خليه بس يقول لنا احواله هناك عامله ازاي، هو فين دلوقتي، بيحققوا معاه ولا مش بيحققوا معاه. انت فا شعبان، انت فا يا ولا. ها ايوه انت في ليبيا. ايوه فين في ليبيا؟ احنا عارفين ان هو في ليبيا. فين يعني؟ هو دلوقتي جوه السجن ولا بره السجن؟ ابو سليم شارع الشو ماشي موجود. ايوه اساله جوه السجن ولا قول له جوه السجن ولا بره السجن؟ بره السجن. بره السجن بس بيتكلم عن اللي جوه. بره السجن بس بيتكلم عن الناس اللي جوه، الناس اللي هي تعبانه. بيتكلم عن الناس اللي يعني اللي بيتكلموا ده مش مسجون معاهم جوه. بره بس بيتكلم عن الناس اللي هي تعبانه هناك، اللي هم في السجن، ومنهم 4 هناك محجوزين وتعمل لهم تحقيق وتعرضوا على النيابه. فبقول يا بابا غتونا عشان الناس اللي تعبانه ماشي 300 نفر. فبيقول خلي الصحافه وزاره الداخليه تغيثنا. شكرا ليك. قول لي انت بقى يا اخي، اخواتي الاثنين هناك واحد محبوس وواحد في جوه الحوش. اللي جوه الحوش ده ما بياكلش خالص، توقفوا له على الحوش، ما بيطلعش بره خالص، ما بيطلعش بره. واللي جوه ده بقى له 10. ده مين طيب اللي وصل لكم المعلومات دي؟ اللي بقى هم بره، اللي كانوا جوه السجن وطلعوا. طيب اللي بره ايش عرفهم باللي بيحصل اللي جوه السجن؟ طمنهم على طول من فوق السط، من فوق الحوش، من فوق الحوش شايفينه، واتصالات. واللي ما بيطلعوش بره يجيبوا اكل ولا بيجيبوا اي حاجه. خلينا عارفين خلاص اتكلم يا عم. ماشي احنا عاوزين. هو بيكلمك من ليبيا دلوقتي. لو سمحت يا استاذ، احنا عاوزينهم يخرجوهم من السجون، عشان كده هم جوه السجون تعبانين، وبيسخنوا ميه نار وميه سخنه بيكبوا عليهم وميه سخنه. تناش احمد كذاب الدم هيموتوهم علنا هنا. ده مين اللي قال لك الكلام ده؟ النبيين ما سلمتوهمش. احمد كذاب الدم هيموتوهم علني. شكرا. اذا كانت هذه مجموعه من اللقاءات مع عدد من اهالي بعض المحتجزين داخل ليبيا. توجد هنا حاله من الغضب الشديد، وذلك احتجاجا على استمرار احتجاز هؤلاء المصريين داخل السجون الليبيه، ونامل ان يتم الافراج عن هؤلاء المحتجزين في الفتره القليله القادمه. نرجو من خاطر يفرض عنهم.